السلام عليكم أصدقائي الأطفال، مرحبا بكم في حصة جديدة من حصص دروس تعليم عن بعد. نتمم تصحيح التمارين مع التمرين التاسع. هذا كنا ربما إن لم تشاهدوا المقطع السابق، هذا كنت واحد أريتكم واحد. نعم أريتكم كيفية إنجاز هذا التمرين. مثلا تضعون أربع علامات هنا، هاد الأربعة تضعون أربع علامات، ثم بعد ذلك تطرحون اثنان. إذا ثلاثة. لا انتبه، ها شوف احنا غادي قل الحمد لله. الحمد لله يرحمك الله. واحد اثنان، كم بقي لنا هنا؟ اثنان. إذا نضع اثنان هنا. الآن نمر إلى وقد أنجزنا هذه التمارين، يعني هذه الأسئلة في المقطع السابق. الآن نمر إلى التمرين التاسع. ورتبوا الأعداد التالية: 7 8 5 9 6 باستعمال الرمز المناسب تصاعديا. هيا عبد الرحمن رتب معي هذه الأعداد تصاعديا. 9. انتبه، ما هذا؟ 9. ما هذا؟ تصاعدي. ما معنى تصاعديا؟ من الصغير لكبير. إذا هيا 6 5. أحسنت، الآن 5. هل سأبدأ من هنا؟ لماذا دائما يعني تبدأون أنتم من هنا؟ لماذا؟ قل لي أنت طفل وستجيبني عن السؤال. علاش تبداو تبداو منه؟ علاش؟ قول لي علاش؟ واش نقلبوك؟ لا عندك كلمة شي هضرة، لا شي هضرة. لو نديرو تنزلية ندوم تما. نعم؟ لو نديرو عارفين واش نديرو من اليسار، ولكن حنا ملي تنديرو التسعة. لا 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 لا، بيتك تقول لي بيتك تقول لي فاش تنقول لكم فاش تكون مطلوب منكم انكم ترتبوا الاعداد تلقاو تبداو من هنا على اليمين وما تبداوش على اليسار. بغيت نعرف انا علاش. الا كنا تنديرو واش تنساو تتنساو؟ لا راه ما كاينش تنازليا، خصنا دائما نبداو من اليسار في التنازليا وفي التصاعديا وفي الرياضيات كلها، خصنا نبداو منين؟ اليسار. ما كاينش اليمين في الرياضيات. صافي سالينا، الرياضيات عربية. لا واخا عربية خصنا نبداو من اليسار، واش مفاهمين؟ فرنسية حتى هي واخا هكاك غنقولها وغنقولها نعاودها ونلقاكم عاوتاني بادين من اليمين، هذا مشكل. اذا غنبداو من احنا عرفنا تصاعديا من الصغير للكبير، تصاعديا بحال المصعد ولا شي حاجة تنصعدو تنطلعو. اذا اشنو من الرقم غنديرو هنا؟ قول لي. 5 5. اها، ومن بعد اشنو من الرقم غنديرو؟ 6 6. اها، من بعد 8. شوف مزيان، شوف الأرقام كلها. سبعة. أحسنت، أها، من بعد 8. من بعد 9. 9. دابا 9. بغيت نعرف دابا الآن اش من رمز غنستعمل هنا، واش أكبر ولا أصغر؟ أكبر. ها؟ أكبر. أكبر. خصنا نشوفو واش أكبر بحال هكا. شوف أنت دائما تقرا من هنا، تنقول 5. 5 أكبر من 6. أكبر. 5 أكبر من 6. أصغر من 6. إذا أش غندير هنا؟ أصغر. أصغر، ها هو أصغر. أصغر دائما يكون مفتوح جهة العدد، وتنخليه هو تنحافظه به نفسه. دابا سهلة صافي، تنعرفوا الأولاني وبقية الرموز راه هي 5 أصغر من 6 أصغر من 7 أصغر من 8 أصغر من 9. دابا شوف معايا هنا تنازليا، تنازليا
سهلة. اها اعطيني الرقم، نبدا من هنا ياك، من هنا فاش غنبدا سير، فاش غنكتب جمع منين؟ يسار. يسار. ايوا وانت قلتي انا ما قلتي لي من هنا، اياش غنكتب؟ قولي اش غنكتب تنازليا. خمسة. خمسة. ايه تنازليا غنزلو، نزلو الواحد حيت خصنا نطلب منا تنازليا ننزلو الا كتبنا. ها تسعة. اش غنكتبو هنا، خمسة ولا تسعة؟ تسعة. وزقي شوية. بلس تسعة. بلس اش غنكتبو خمسة هنا؟ خصنا نكتبو تسعة. اش غنكتبو هنا عاوتاني؟ ثمانية. ثمانية. ها سبعة. سبعة. اها تسعة. تسعة. لا لا تسعة كتبتيها. وانت داكشي تتقولي تنكتبو. اها ستة. ثمانية. ثمانية. ستة. 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 اها يلا سربي. والو. والو صفر هو والو. واش باقي شي رقم خاصنا هنا؟ شوف هاد الارقام ديما تشوف الارقام اللي تعطيكم هما اللي تترتبوهم، ما تبقاش دير رقم ارقام من عندك، تشوف هاد اللي مرتبين. واش باقي شي رقم خمسة. هنا؟ ومن الافضل انك فاش تدير تكتب شي رقم. صفر. لا تابي دابا، من الافضل انك الى درت تسعود دير عليه بحال هكا خط، من بعد 8 خط، من بعد 7 خط، من بعد 6 هكا وهكا باش تعرف اين رقم حيدتي. ومن بعد هنا اش من الرمز غندير بين 9 و 8؟ واش اكبر ولا اصغر؟ اكبر. اكبر. اه مزيان، تيكون دائما مفتوح جهة العدد. نعم. جهة العدد اش اصغر. اكبر. الاكبر، وتنحتفظوا به دائما هو، حيت عرفنا الاولاني الاخرين ساهلين يكونوا نفس متين نخلفوهمش، يعني يكونوا نفس. الحمد لله. يرحمك الله. يلا اقرا معايا هذه. أرتب السلحفاة. انتبه غير شو اقرا انتبه. ها أرتب سلحفاة. سلحفاة. لا لا ترجع مزيان. سلاحفة. سلاحفة. بكتابتي. اها إيه. لما كي هذه بكتابتي. اها إعدادي. الأعدادي أحسنت. اها من 1 إلى 9 في الأقراص. في الأقراص. إذا أرتب السلاحف بكتابة الأعداد من 1 إلى 9 في الأقراص. طبعا هذه الأقراص. طبعا المبدأ الأول إرث. هذا واضح أنه هو الأول، ليس كذلك؟ الذي سيدخل. اثنان. نعم. انتظر هنا، وهنا مطلوب مني أشنو هو الآخر؟ الآخر قاع سيكون هو كم؟ ورقم كم؟ ورقم الخراني فيهم تسعة. تسعة، واللي تابعوا ثمانية. ثمانية. أها سير. تسعة. لا 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 ثمانية، احنا هابطين. سبعة. أها ستة. أها ثلاثة. لا ستة. خمسة. أها سبعة. أربعة. أربعة. ثلاثة. اثنان. واحد. وهذا هو الأول. إذا هكذا نكون قد أنجزنا هذه التمارين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.